يعود أصل الشاي الكشميري إلى منطقة كشمير، وتختلف طريقة إعداد هذا الشاي قليلاً عن الشاي الباكستاني التقليدي، حيث يستخدم في إعداده نوع خاص من أوراق الشاي الأخضر، إضافة إلى الصودا والحليب والمنكهات العشبية والمكسرات حسب الرغبة. يتم غلي أوراق الشاي الأخضر مرات عدة للحصول على اللون الأفضل، وعندما تنضج يتم وضع الحليب حيث يكتسب المزيج اللون الوردي، وقد يضاف إليه الهيل أو القرفة ثم اللوز والفستق عند التقديم، وعادة نتناوله بعد وجبات الطعام ويقدم للضيوف وفي المناسبات. الإقبال على الشاي الوردي والكشميري تخطى حدود كشمير، ومع حلول فصل الشتاء تزدهر محال بيع الشاي الكشميري في باكستان، وبات احتساؤه شتاء جزءا من نمط الحياة اليومية، ويحرص كثيرون على احتسائه برفقة الأهل والأصحاب، ويفسر البعض سبب هذا الإقبال إلى مذاق الشاي المميز ومكسراته الغنية بالسعرات الحرارية. نفضل الشاي الكشميري المحلى بالسكر، وعادة نحتسيه في ليالي الشتاء، فهو مشروب صحي يحتوي حليبا أكثر ومكسرات تمنحك الشعور بالطاقة والدفء. أما أهل كشمير فلا يزالون محافظين على طريقتهم التقليدية في احتساء الشاي الكشميري، حيث يحتسونه مالحا ويسمى عندهم بنون شاي، وعادة يقدم إلى جانب نوع خاص من الكعك الكشميري التقليدي يسمى القلشة أو الباكر خاني، وبغض النظر عن نوع الشاي أو نكهته أو لونه، فإنه يظل المشروب الأكثر انتشاراً في باكستان. تتعدد أنواع الشاي ونكهاته، وفي باكستان يحظى الشاي الكشميري بمكانة خاصة لا سيما في فصل الشتاء بفضل مذاقه الفريد ومكوناته الخاصة. عبد الرحمن مزيني، العربية، راولبندي.